مشاهدينا، يمكن ما زالت الأزمة الروسية الأوكرانية بتلقي بظلالها على يعني كل المجتمعات وكل الدول. ما فيش حد بعيد عن دائرة التأثر، وتحديدا لو هنتكلم على التأثر الاقتصادي. يمكن كلنا متابعين الأزمة الخاصة بملف الطاقة اللي ظهرت من بعد يعني هذه الأزمة الأوكرانية الروسية. شفنا سعر البترول تضاعف في الفترة اللي فاتت، علشان كده الدولة المصرية وضعت خطة. الخطة دي كان هدفها تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي أيضا، بالإضافة لتقليل كميات الاستيراد من الخارج. تحديات كبيرة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من الدول بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية التي شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة. وهو الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف في المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، مع رفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج. كذلك فإن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالمياً. وتعمل الحكومة على استغلال كل الفرص المتاحة لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية والموانئ البترولية التي تم تطويرها ومحطات الإسالة بإدكو ودمياط التي تمتلكها مصر في ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وبحث الدول المستهلكة في كافة أنحاء العالم عن بدائل متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي.